ونبدأ بالمشهد في لبنان. كان هناك تصريحات لوزيرة الداخلية بالحكومة المستقيلة رايا الحسن أشارت فيها إلى ضرورة الحوار والوصول إلى قسم مشترك بين السلطة والمتظاهرين، ولكن ما يبدو الآن أنه هذا القسم مش موجود خالص يا أستاذ عبد الحليم. يعني الشارع اللبناني ما زال في وادي والسلطة في وادي آخر. الأمور متوازية جدا في لبنان، لم تلتقي الخطوط في خط بعد كل هذه الأيام 40 يوم. آه احنا دلوقتي اكملنا ال 40 يوما على الانتفاضه اللبنانيه. الانتفاضه اللبنانيه تواصل تالقها وجمالها الخاص وتدفقها الخاص وبالطباع اللبناني، وطبعا تجري مناوشات على هامش التالق الخاص للانتفاضه اللبنانيه من قبل احد المشايخ اللي طلع قال لك انا بعتذر للعرب والمسلمين عن الصوره اللي تبدت عليها المراه اللبنانيه، فردت عليه النساء اللبنانيات بانه يخليه في حاله. انا انصحه ايضا انه يخليه في حاله ويعني يخرج من المشهد. وكل يوم هي بتبدع طرقا جديدة، وتمتاز الانتفاضة اللبنانية رغم استمرارها 40 يوم بأنها تنطوي على أصغر بقع الدم إنجاز التعبير. يعني ما فيش رغبة لا من السلطة الأمنية ولا من الجيش في الصدام الواسع مع الجمهور، رغم الحالة الزجزاجية للتصرفات من أن المتظاهرين بيقطعوا طرق أو بيغلقوا مؤسسات أو إلى آخره. الهدف الكامن الظاهر للانتفاضة اللبنانية هو رغبة عميقة حارة ناطقة في التحول إلى مجتمع للمواطنين، مش مجتمع للطوائف، تحول إلى مجتمع الدولة الشاملة التي تتعامل مع مواطنيها على قدم المساواة وليس طبقا للنظام الطائفي الذي استقر مع نشأة الدولة اللبنانية قبل 100 سنة أو مع تكريسها بعد الاستقلال عن الانتداب الفرنسي بالميثاق الوطني وصولا لاتفاق الطائف اللي خلى فيه حريات في لبنان. في كل الحريات في لبنان، حريات التظاهر، حريات الحركة، لكن ما فيش ديمقراطيه في لبنان بسبب الحاجز الطائفي المدستر انجاز التعبير. المكرس قانونا ودستورا ومكرس من خلال جماعات من رجال الدين التابعين لكل طائفه في نظام الاحوال الشخصيه وغيره وغيره، فجعل هناك لبنانات. لأن قلت توزيع الطوائف في لبنان هذا الصغير، البلد الصغير الجميل، 18 طائفة، كل طائفة 4 طائف رئيسية و18 طائفة فرعية، يعني 14، كل طائفة لها وطن جغرافي. ما هو علشان كده يا استاذ عبد الحليم هذا الحراك كله. الشعبي بيلقى مقاومه كبيره من هذه الفكره الطائفيه. يعني بالامس حصل مناوشات بين المتظاهرين في الحراك الشعبي وعناصر من حزب الله عند جسر الرينج. هذه ليست المره الاولى وليست هي المره الاولى طبعا، لكن يعني بالامس كانت مناوشات كبيره يعني. حصل، بس خد بالك ان مستوى المناوشات الى الان في مستوى منخفض. لا يعني الفكره يعني ان هناك مقاومه من الطائفيه في لبنان. ايوه مستوى منخفض بمعنى اشتباكات بالايدي الى اخره، يعني تقريبا علاء فخره اللي هو في بلده خالده جنوب بيروت اللي كان في سياره عسكريه ماضيه وحاولوا اعاقتها وكلام من ده، فاطلق عسكري على مسؤوليته احد الجنود النار فارداه، ده المعترف به كشهيد للثوره. هناك شخصان اخران سقطا في هذه الاحداث، بس في التباسات من نوع هل دي في مشكلات فرديه ولا من سلطات أمنية، إنما الشيء المحدد الواضح إن من سلطة طلقة من سلطة في صدر مواطن أو من حد منتسب سلطة هي الحالة دي فقط. أنا بس عاوز يعني، وهذا ما قصدته بأصغر بقع الدم رغم التعقيد الطائفي. الآن على الجانب الآخر السلطة وما تبقى من السلطة يقاوم هذا التطور الجديد النزاع إلى إلغاء الطائفية. الغاء الطائفيه يعني الغاء يعني اعاده تاسيس لبنان كدوله لكل مواطنيها بلا اي تفرقه من اي نوع وبلا حجز مقاعد. الاراده هنا بقى للغاء الطائفيه هل هي اراده لبنانيه فقط ام هي اراده دوليه يا استاذ عبد الحليم؟ لانه لبنان طبعا نعرف انه جزء جوهري هي الاراده اللبنانيه، لان احنا نعرف انه حين نشا لبنان تحت الانتداب الفرنسي في العشرينات كان يقصد الانتداب الفرنسي خلق دوله يسيطر فيها الطائفه المارونيه، وكان يريد أن يجعل لغته هي اللغة الفرنسية. اللي حصل مع جلاء الانتداب الفرنسي بعد وقع الحرب الغربية الثانية اللي احنا بنسميها الحرب العالمية ولا عالمية، أن القومية العربية طلعت من الطائفة المارونية نفسها، طلعت وأقرت اللغة العربية كلغة رسمية حتى بمبادرة من المارونيين. لأن احنا بنخطئ كثيرا أن هم صحيح مارونيين، لكن خد بالك دي
حتى لما نرجع للعالم العرب للعرب قبل الاسلام دول الغساسنه بالظبط، يعني دول يعني دول اصلا اصولهم عربيه صافيه. فانت هنا بتتكلم عن انه في رغبه الاراده، هل هي دوليه ام محليه؟ الجزء المحلي جزء اساسي جدا، لان لبنان في النهايه قائم وضع الشركه المساهمه اللي نشا عليه سمح بانه سلطه غير ديمقراطيه في اي نحو، شفط السلطه والثروه الى اعلى، تكون ظواهر فساد تحتمي بالطوائف. يعني لما يجي يقبضوا على واحد يقول لك انا يعني ده مثلا حصل مع السنيوره اللي اتقال انه اهدر من المال العام 11 مليار دولار حين كان رئيسا للوزراء. طيب قامت قيامه الطائفه السنيه فما حدش يقرب منه، في حمايه يعني عامل زي فرق الكوره كده، حد بيحميه. طب ما دي معضله كبيره يا استاذ عبد الحميد، يقول لك ده انتهاك للطائفه. طيب. مش فرد المجتمع اللبناني اللي حصل الان، اللي حصل ان الهدف فعلا هو انهاء النظام الطائفي، لكن هل هذه مهمه يسيره؟ ليست مهمه يسيره. فهو طرح هدف غائي اسمه انهاء النظام الطائفي، سميته انا انه يعني فكره الثوره الاجمل تطارد وتشغف بحلم عنيد، حلم يبدو بعيدا جدا. فلكن طالبت في المدى المنظور المباشر بمطالب واضحه بحكومه تكنوقراط من اختصاصيين، حكومه تكنوقراط، حكومه انقاذ من الفنيين والاختصاصيين، ما فيهاش تمثيل طائفي. اثنين، قانون انتخابات جديد. ثلاثة، اجراء انتخابات مبكرة. كلام يعني اجرائي واضح. هذا الكلام كيف استقبل؟ استقبل من السلطة الطائفية المسيطرة بعناد بالضبط، وبإزاحة وإعطاء ظهرها لهذا الكلام. هل هذا فت في عضد المتظاهرين؟ لا، من الواضح ان التدفق الى الشوارع وابداع اساليب جديدة لا زال متصلا، فده عنصر اخر. طب ايه جوهر المشكله؟ حتى في مشكله داخل النظام الطائفي، داخل السلطه الطائفيه، داخل التشكيلات الطائفيه. ايه المشكله؟ ان في اقسام منها الان زي الحريري، حزب المستقبل، والقوات اللبنانيه التي خرجت من الحكومه حتى قبل استقاله الحريري، والحزب التقدم الاشتراكي يعني الدروزي بنبلاط، بتقول لك احنا مع حكومه تكنوقراط. فيما الجانب الاخر الذي يشكل اغلبيه البرلمان الحالي اللي هو حزب الله وحركه امل والتيار الوطني الحر في اوساط المارونيين، مصر على حكومه مختلطه، يعني يقول لك يبقى فيها تكنوقراط في مناصب الاقتصاديه وغير والماليه وغيرها، ويبقى فيها سياسيين. سياسيين يعني ايه؟ تمثيلات بنفس التوازن الموروث. يعني مجلس الوزراء لازم يتقسم نصين كده، فتلتقى نص مسيحيين ونص مسلمين، وفي كل نص ايه؟ في حد من هنا ومن هنا. طبعا بعض الناس بيقترح انه حتى لو عملنا حكومة تكنوقراط يبقى فيها التمثيل الطائفي، يعني يحافظ على التوازن الطائفي. ايه الخلفية الصدام في هذه النقطة؟ لا، في صدام في الصدام، لانه مثلا حزب الله كيف يتعامل مع فكرة حكومة التكنوقراط؟ يتعامل منها معها على انها دعوة لاقصائه من الحياة السياسية. أيوة. ليه بيتعامل معها مع لانها دعوة لاقصاء من الحياة السياسية؟ لان فعلا في مساعي امريكيه داهسه لاقصاء حزب الله بالذات من الحياه السياسيه. هذا امر متصل عند امريكا بمحبه اسرائيل وبعداوه حزب الله لاسرائيل. علينا ان نلاحظ ان الوضع في لبنان مختلف عن العراق، يعني الصياحات ضد ايران موجوده في العراق ومش موجوده في لبنان. هنتكلم عن العراق. ما فيش صياحات ما فيش صياحات ضد حزب الله، لان حزب الله جزء عضوي من التاريخ اللبناني. وانا تابعت كل اللي بيتكلموا في كل التلفزيونات، حتى الشباب والشابات كلهم بيعتزون جدا بالمقاومه، لكن كمان عاوزين، مش عاوزين تشكيلات طائفيه لا شيعيه ولا غير شيعيه في الحياه السياسيه والمدنيه. ما يؤكد ذلك انه الحراك اقدم على تصرف جديد بمناسبه حديثك عن الاوضاع الداخلي والوضع الخارجي. طبعا لبنان بلد مكشوف ومعرض لتاثيرات خارجيه واسعه النطاق تاريخيا. جيفري فيلتمان السفير الامريكي الاسبق في لبنان ادلى بتصريحات كان رد الحراك عليها ان ذهبت مجموعات يساريه من الحراك الى السفاره، احاطت بالسفاره الامريكيه في شمال بيروت، في عوكر، منطقه اسمها عوكر شمال بيروت، وندلت باي تدخل للسفارات هذا عنصر نضج ايضا، يعني الربط بين الوطني والديمقراطي في حالة الانتفاضة اللبنانية واضح جدا. طبعا في تدخلات من احزاب زي اي تجمع شعبي مفتوح، بتجد ان الناس تدخل فيه باهداف معينة، زي حزب القوات اللبنانية المعروف تاريخيا جعجع ده
بعملته لاسرائيل ومن ايام الحرب الاهليه وغيره، في صدام. فاحد محاور الصدام حول صيغه الحكومه تبقى تكنوقراط بس ولا تبقى تكنوقراط وسياسيه مختلطه يعني، هو السؤال في حزب الله ولا ما فيش؟ هو ده ما يعطل في تقديري الاستشارات النيابيه المطلوبه من رئيس الجمهوريه. انا ادعو حزب الله او غيره ان يقروا فكره تشكيل حكومه تكنوقراط، وبالمعايير اللبنانيه التكنوقراط موجودين في كل الطوائف، يراعوا فيها ما يراعوا يعني ده يحل المشكله. هل هذه مجرد نصيحه يعني هيسمعوا كلام؟ مش بالضروره، لكن انا بوضح هو العقده فين. العقده ان حزب الله وحلفاء اللي هو حركه امل والتيار الوطني الحر وقسم من ممثلي السنه حوالي 12 نائبا خارج تيار المستقبل دول وفئات اخرى زي فرنجيه او غيره من مؤيدي حزب الله وهم جماعه كبيره يعني هي الاغلبيه في البرلمان، شايفين ببساطه ان لا يجب ان نخضع للضغوط الامريكيه. في فئات اخرى شايفه ان احنا نساير الضغوط الامريكيه وبتطرح مبررا ان احنا محتاجين فك الخناق الاقتصادي، وهذا هو الوجه الثالث للوضع في لبنان الحالي. يعني في وضع الشارع، في وضع السلطه وانا شرحته، الطرف الثالث مش الطرف الثالث الغامض الواضح للازمه اللبنانيه ان الاوضاع فعلا بسبب الشلل العام الى مزيد من التدهور. في نفاد بنزين، في نفاد دولار، في نفاد لاشياء كثيره جدا، في اغلاق مستشفيات، في وهذا العنصر الثالث دعوت من قبل واعيد التاكيد انه لا يجب ان يكون لبنان هذا البلد العربي الجميل نهبا لتدخلات من طيور الارض كلها، ولا يكون في دور عربي على الاقل يدخل في الجزء الثالث وملوش دعوه لا بالنقاش السياسي ولا بالنقاش الشعبي في الشارع ما دام الامر لم تنزلق ما فيش مخاطر الانزلاق الى حرب اهليه. انه يدخل في مسألة، انت تعتقد هذا يا استاذ الحليم ما فيش مخاطر انزلاق الى حرب اهليه؟ اتحدثت في هذه النقطه من قبل وقلت ان في ضمانه وحيده لبنان خاض حرب اهليه، حربا اهليه واسعه النطاق والمده سقط فيها 120 الف لبناني بين 1975 الى 1990 تقريبا 15 سنه اخذ نصيبه من هذا الدمار. ولبنانيون يعني في لبنان في مباني مدمره في بيروت محتفظين بها كمتاحف على خطوط التماس بين الغربيه والشرقيه لكي لا ينسى احد. ففي وعي مستجد عند المليون او اكثر من مليون اللي نزلوا شوارع لبنان، ده ربع السكان تقريبا او من ربع الى ثلث السكان شاركوا في الانتفاضه ويشاركوه. طبعا الاجيال الاحدث سنا هي الاكثر مشاركه. لكن الضمانه ايوه التي لا يخطئ احد في 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 لحظها كضمانه لعدم انزلاق لبنان الحرب الاهليه هو القوه الزائده لحزب الله. هذه القوه الزائده لحزب الله بطريقه ضمنيه تمنع اي طرف اخر من التفكير في انزلاق لحرب اهليه محسومه النتيجه قبل ان تبدا. لبنان فيها جيش، جيش اتطور وكل حاجه بس لا زال قوته محدوده، لكن فيها جيش ظل. وعكس ما يرى اخرون ان ده يعني هذا، انا بعتبر ان حزب الله بهذه القوه الزائده هو ضمانه عدم انزلاق الحرب الاهليه، خاصه اذا استمرت سياسه قياده حزب الله بعدم توظيف هذه القوه في الصراعات السياسيه الداخليه. ولكن اذا يعني لكن هو وظف ظل الموقف على هذا الشكل محتدما ونزلت العناصر يعني التابعه لحزب الله مع المتظاهرين مره اخرى واخرى، ممكن الوضع يتغير يا استاذ عبد الحليم. بس في يعني في مظاهره تحت اسم مماطلتكم خطف لمستقبلنا جاي. طبعا في مظاهرات وكل يعني كل ونصر الله واحد منكم يعني موجوده هذا الكلام، بس الذي الاحظه في الحاله اللبنانيه رغم انها حاله مفتوحه ممكن اي حد يقول اي حاجه، انا اتابع ما وسعني مناقشتها واهتافاتها وشعاراتها، لا يوجد شعار واحد ضد حزب الله كجماعة مقاومة ولا يوجد شعار واحد. ما هي مش دي مشكلة لبنان دلوقتي؟ لا 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 مشكلة لبنان هي مشكلة أخرى. هناك أطراف يا أستاذ شادي تريد أن تصور الوضع في لبنان أن الانتفاضة الموجودة ضد حزب الله باختصار ولها دواعيها. طيب من الولاء الأمريكان والولاء الإسرائيلي، ولكن ما يفعله حزب الله في الشوارع الآن
ما ينفعه حزب الله في الشوارع الان. يعني ماذا يعني هذه الطائفه وهذا الحزب بالذات هو اللي بينزل في الشارع ويفعل او يفتعل هذه المناوشات؟ اريد ان اضيف نقطه بسيطه جدا. حركه امل هي التي ينزل عناصرها يعني في جسر في الرنج وبتاع وكلام من ده اللي هي الجسر الرابط بين منطقتين في بيروت. حركه امل، حركه امل تتميز بقله انضباطها، زعران يعني في تعبير لبناني يقول لك زعران، اللي هم بيركبوا دراجات الموتوسيكلات ومش عارف ايه وكلام من دول زعران. ما عرفوا ان عناصر حزب الله غايه في الانضباط. ما عرفوا. أوكي. مش معنى كده ان ممكن في فرد ما يعملش يعمل حاجه، ممكن. ما هو الشيخ اللي قال ده قريب من حزب الله، الشيخ سامي خضرة اللي قال ان نساء لبنان يعني ما انت عارف طريقه الخطاب دي، اللي هم لابسين ملابس متحرره وبتاع، هو بيعتذر لعموم العرب والمسلمين عن الصوره التي بدوا عليه. هل يعني يخجل من نفسه؟ طبعا، لانه ببساطه شديده جدا كل التحيه للمراه اللبنانيه، كل التحيه للمراه اللبنانيه التي هي بطله في قلب صوره المشهد اللبناني العافي. علينا ان نعيد تذكر تاريخ المقاومه اللبنانيه منذ الغزو الاسرائيلي سنه 1982 الى الان، وفي بطولات عديده منسوبه الى لبنانيات طبعا في مواجهه اسرائيل. فانت هنا الوضع في لبنان زي ما قلت في الثلاث جوانب دول، جانب الشارع المتصل لا ينقطع حضوره، يتوهج كلما بدا انه ينطفئ. اثنين، وضع السلطه المتردده المتخبطه التي تخشى من التسليم برأي الشارع فيكون ذلك إذانا بزوالها، وفي نفس الوقت تطول مناقشتها وارتباطات أطراف منها بالخارج في تشكيل الحكومة المعلقة. ثلاثة، الوضع المتعلق بالانهاك الاقتصادي للبنان كبلد يعتمد على الواردات من الخارج في الطاقة وفي يعني في مشاكل. هناك من يرى انه هذا الانهاك الاقتصادي هو من سيطيح بكل هؤلاء يا استاذ عبد الحليم في نهايه الامر، يعني الطبقه السياسيه الحاكمه، الطوائف الى اخره، لانه اذا وصل الى درجه معينه من التردي او الانهيار هيحصل انت انفجار. تعرف انه الـ 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 ونسيبنا بقى من كلام من السياسه، من يعني يحكم لبنان حاليا هو حكومه تصريف اعمال برئاسه الحريري، وهي حكومه طبعا مشكله طائفي. ماشي. خد بالك من حاجه، لما جم يحتفلوا بعيد استقلال لبنان كان هناك احتفالات، كان هناك احتفالين، احتفال شارع، وبرضو ظهروا في هيئه شبه عسكريه وازياء موحده فوق الامهات وفوق الاطفال وفوق كذا وفوق كذا وكذا. ده كان اول احتفال شعبي باستقلال لبنان. بدا الى جانب الاحتفال الرسمي شيئا صغيرا جدا متواضعا، بدت الى جانبه حتى برقيه ترامب للرئيس ميشيل عون كانها مما لا يلحظ. لكن كمان احنا على حق حين نتخوف من وصول الانهيار الاقتصادي بالظبط الى مدى، والخشيه الرئيسيه من خشيه تاريخيه من ان تنزلق لبنان الى اوضاع عنف، وانا اوضحت انها بعيده. طيب. لكن طبعا في وضع تنهار فيه الامور الاقتصاديه لا نستبعد شيئا في هذا الوضع، ويعني ان شاء الله لن يصل لبنان الى هذا الوضع. ضمانات وضمانه موجوده اشرت اليها لعدم انزلاق الحرب الاهليه واسعه النطاق. اثنين، ضمانه مطلوب توفيرها ان يلتفت العرب القادرون واولهم مصر الى تقديم ما يمكن تقديمه لكي لا يصل لبنان الى وضع الانهيار التام.